الحوار والتشاور بطريقة جدية وفي أسرع وقت ممكن من أجل تحديد خريطة الطريق المتفق عليها، هدفها تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بكل شفافية ومصداقية. هي أهم أهداف نداء الاجتماع الأول لمجموعة من الأحزاب، هذا ما أكدته زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. نحن متفتحين إلى الحوار حقيقة، ولكن لازم هذا الحوار هذا يتم بطريقة جدية في أسرع وقت، والحوار هو اللي راح يبين خارطة الطريق اللي نتفق عليها، وكيفاه نديروا الانتخابات الرئاسية، واش هي الحوايج اللي تضمن انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية، وكيفاش نديروا هذاك الشيء، وما هو الوقت اللي يكفينا. هذا هو اللي راح يكون موضوع حوار بين كل الأطراف. حوار لابد أن يشمل كل الأطراف دون إقصاء أي طرف، هو ما طلب به الأحزاب أيضا في الاجتماع حسب زبيدة عسول. احنا قلنا الحوار ما لازمش يقتصر على، لازم يكون يشمل الطبقة السياسية، لازم يشمل أيضا ممثلي المجتمع المدني، أيضا ممثلي الثورة السلمية، ولازم يشمل أيضا النخب، على خطر ما نقدروش اليوم نقصيه حتى طرف في الحوار. هذا الشيء اللي رانا قلناه في هذا النداء، والنداء هذا كما قلت مفتوح دون إقصاء. احنا هذا الاجتماع الأولي صار البارح. في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع قادة الأحزاب يوم 26 من الشهر الجاري من أجل حوار مستقبلي وجدي وشامل لكل الأطراف للمرحلة الانتقالية لبلد ديمقراطية.